إنه جريدة الصباح تحتفل بعامها 21. هذه الجريدة التي قدمت الكثير من التضحيات، حالها حال كل الإعلام، والتضحيات والتحديات اللي عشناها في فترات وسنوات طويلة من بعد 2003، حيث قدم السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني التهاني والتبريكات لجريدة الصباح بمناسبة ذكرى إيقاف شمعتها 21، متمنيا لها ولكادرها مواصلة العطاء والحضور الورقي ببسالة واجتهاد. نعم مشاهدينا الكرام، إذن هذه التهنئة أو التبريكات جت من مسؤولين على مستوى عالي في الدولة العراقية. بعد 2003 جريدة الصباح هي اللي رسخت وحققت معنى الديمقراطية بعد يعني زمن طويل. حقيقة هذه الصحيفة تستحق كل الثناء، كل عام وكوادرها بألف ألف خير، نتمنى لها دوام الموفقية والإبداع.